وصلنا بكم توا حاليا لاول نقطه في جولتنا الليليه اليوم، بديناها من مفرق شارع دبي. كيف انتم شايفين الامن موجود، الامان مستتب. طبعا حاليا معي الفندي منير البدري، نقدم له تحيه كبيره جدا، هو اللي معنا في هالجوله. فندي لو تحكينا كيف طبيعه توزيع الدوريات الامنيه في الليل. والله الدوريات انقسموا فين فصائل، والامن مستتب الحمد لله بفضل ربك، وكل دوريه مطقمه أربعة عسكرية فيها، فهمت؟ بفارق دبي ليس جزيرة داخل البلاد يعني طاق يعني. توا ساعات الساعات الليلية من كم لكم؟ ساعات الليل من عند الصبح يعني، عند الصبح. كم يبدأ؟ يبدأ من بعد المغرب استيقاف يعني عند الصبح. جولات طبعا قسم النجدة في أكثر، إن في الليل كلنا على سما فروات. كنا عند مفارق وعلى جزيرة وعلى الجزيرة الدوران أغلبتنا. تشريات داخل البلاد الأمن والصورة اليوم أبلغ من الكلام. مازال معكم مستمرين، وخلوكم معنا. هذا المكان الثاني او جولتنا الثانيه، جولتنا اليوم هذا الاستيقاف الثاني هو عند مفرق اهليس. كيف ما احنا شايفين ما زلنا، طبعا احنا جولتنا جت اليوم اوتوماتيكيا مع الناس. سلامة الله، ربي يحفظكم ان شاء الله. صوره الامن والامان موجود. تعال نحكي مع الفندي محمد المزغ. الفندي محمد ربي يعطيك الصحه، احكي لنا جولتنا الليليه محلته هذه ثاني مكان نوقفوا فيه من تعال من جولاتكم المستمرة، من عملكم المستمر، كيف شايف تعاون المواطن مع رجال الشرطة والنجدة؟ والله المواطنين مجاوبين، في عدد مواطنين مجاوبين والعدد بسيط من المواطنين يعني مش مجاوب، سلبيين مش مجاوبين. بالنسبة لحالة الأمن داخل مفترقات المدينة إن شاء الله خير من قبل، إن شاء الله شباب قايمين بالأداء الواجب والأمور طيبة. هو احنا اليوم من جولتنا ردنا على أي حد يشكك في أمن وأمان مدينة بنغازي. داخل المدينة كل مفترق فيه دورتين ودورية مرور، بالنسبة للمفترقات بالكامل معبيات سيارات شرطة وما شاء الله. هو الجولات الأمنية في الليل اللي هو قسم النجدة ومن نخرة؟ النجدة والبحث الجنائي، الدعم والحماية، قوات خاصة، صاعقة، الاستخبارات، جميع الأجهزة الأمنية متفاعلة وتخدم بالكامل يعني، وكلها تحت التعليمات، كلها تنفذ في الأوامر، وكلها ماشية بالسياق العسكري. وبالنسبة لهيئة الشرطة المدنية المنظمة ماشية بالتعليمات وبالضبط والربط، ما فيش حد تحت القانون. إن شاء الله ربي يحفظ البلد. مش حد فوق القانون. مش حد فوق القانون. كلنا تحت القانون. تحية لفندي محمد، وتحية لكل الشباب. أكيد ما ننسوش تسلم وجودك، الله يحفظك. ما ننسوش أكيد نوجه تحية لسيادة النقيب جمال الأمامي. اللهم آمين. ويحفظ ليبيا بالكامل. الأكيد لفندي جمال الأمامي نوجه تحية كبيرة جدا، رئيس قسم النجدة. وتحية أيضا للفندي العقيد صلاح هويدي رئيس قسم البحث الجنائي، والفندي يونس بوخماد رئيس قوات الخاصة، وكل من هو يحمي في بلادنا. تحية قسم الدعم، وتحية لكل الناس اللي ممكن أنا أو الأقسام اللي ممكن ننسى نقول أسماها. كل هالناس تقدم في أمن وأمان بلادنا، تقدم في رسالة أن احنا قاعدين على الدرب، أن المواطن هو أهم شيء في الحياة. حنشوفوا الجولة، حناخذ رأي بعض المواطنين على موضوع الأمن والأمان، خلوكم معنا. تعالوا ناخذ بعضنا راء المواطنين، واول مواطن معنا اليوم زميلنا محمد مجبري. حميدة كيف الحال؟ شو اخبار الصحة؟ شو داير؟
شبار الجو العام. ميدا، كيف شايف الامن مدينة بنغازي؟ والله في البداية نحييك شركز، نحيي قناة ليبيا الحدث على مواكبتها كل الأحداث في بنغازي نزولا مع رجال الأمن في كل مفترقات بنغازي. الوضع الأمني في بنغازي غير عادي اليومين ماضينا، يعني ممكن كان فترة تخبطات وعارفين بنغازي قصة الانفجارات وإلى ذلك، لكن الأيام ماضينا الخطة الأمنية الموضوعة سواء من رجال نجدة من بحث جناية من كل أقسام مديرية أمن بنغازي والقوات المسلحة في الغرفة المركزية، الوضع جدا طبيعي في مدينة بنغازي، الأمن مستتب إلى ساعات الليل متأخرة. لا تقلق، الصحة ويحفظك ربي إن شاء الله، وإن شاء الله تكون ماشية سعيد إن شاء الله. تسلم لي شركة، بارك الله فيك، يحفظك إن شاء الله. تحية كده لزميلنا محمد المجبري، وتحية لكل إعلامي مدينة بنغازي، الناس اللي يسرعوا اللي خاطر أيضا حتى هم عندهم رسالة رائعة جدا وهي الكلمة. حاليا جولتنا في سمافرو هليس انتهت، مع بعضنا حنمشوا لسمافرو شارع الببسي ونشوفوا ايضا بينوكا من الامن والامان اليوم مع القماطي وشركس. يلا طبعاً وصلنا للمكان الثالث وهو مفرق شارع الببسي اللي شايفين ما شاء الله صورة الأمن واضحة، شايفين الطريق ماشية بشكل رائع جداً. ما ننسوش نقدم تحية كده لمركز التوفيهات الموجود معنا أيضاً في تغذية الوضع الأمني داخل هالمدينة حبيبي. أيضاً كما نشاهد مشاهدينا الكرام، رجال قسم النجدة حالياً في أحد السيارات الموجودة اللي عليها تنظيمة أو كما نقول الزجاج المعتم. من أيضاً من وظيفنا احنا كما قلنا وأكثر من مرة وصلنا رسالة الكل، يا ريت أنه ما عادش حد يظلم سيارته باش نعرف ما اللي موجود داخل السيارة، هل هو معانا أو علينا، هل هو لنا أو ضدنا. فأنا هذه رسالة نوصلها اليوم لكل من يشاهد فينا، بأن يا ريت يا ريت نفتكر من موضوع تنظيم القزاز، نفتكر من موضوع هل هذه الظواهر السلبية سيئة جدا. العمل الليلة وكيف حيكون الإجراءات المستمرة؟ والله العمل الليلة يا ميديا قلت لك دوريات متمركزات في كل مفارق، دوريات بصفة عامة الأجهزة الأمنية كلها فهمته، دوم يومي فهمت العمل روتين، يعني دوريات كلها. طيب أنت أمر المجموعة الليلة؟ مجموعة الدوريات، عندي دوريات متحركة، دوريات استيقافات فجائية،
مداخل بنغازي مشرق مغرب استقافات على مفرق بجيت هن يتحركن يتحركن وكل مرة دارين استقاف في مكان. هل في مثلا استقافات ثابتة؟ طيب احنا شفنا مبادي ووضحنا مشاهدنا في استقافات ثابتة في أماكن معينة. كل مفرق فيه دوريتين ثابتات من مركز نجد. انتوا عدم متحركين ونحن في دور في المجموعه انا اللي مسكها دورات متحركه اسناد الدول مثلا مشاكل يعني لو كان في اي صارت مشكله حاجه يبلغوا بلاد انتوا دغري تكونوا معاها شو الدوري يعني اي شيء مثلا لو كان في دوريات في اماكن ما فيهاش مثلا استقافات وانتوا تخطبوا عليهم فجاه يعني نقعدوا مكان استقافه نتفتشوا فيها ندير استقافات فجائيه. طبعا احنا في حاجه احنا ديما نحكوا عليها للمواطن وما زال يكرر فيها هو الزجاج المعتم او التظليمه. هذا دوينا عليه واجد وعيطنا عليه واجد اللي نمسكوه يقول لك انا شنو عسكري فهمته وهذا كله شنو ناخذوا فيه محودينهم في اللصقه ويعني بجرات يعني القانون الكل يحترمه. احنا لما قلنا على التظليمه ليش ما نبهاش ان باش نعرفوا اللي في السياره ضمننا معانا ولا علينا؟ مظبوط. ما تعرفش التملي في السياره هذا السياره تخطب عليك سياره مظلمه ما اشترى من فيها فيها منش شخص يسوق فيها فهمته ضروري شنو السياره تم استقافه ونبو الشعب يعاوننا يعني الشباب بالذات الشباب يعاونونا على فك التعتيم من السيارات مزقه ان شاء الله توصل لستهم اليوم وهذا احنا نبوها كامن وامان لهم وللمواطن طبعا. تاسنا فدي هذه ما زلنا ناكدوا على موضوع تظليم القزاز فيا ريت ان كل المواطنين تو حتى من الجنسين حتى النساء تم يظلمهم سياراتنا بلادنا مؤمنة بالكامل. نحن نبو أن باش يعرف راجل الشرطي أو راجل المرور أو الناس اللي ماسكة موضوع الأمن والأمان تعرف ما اللي داخل السيارة هل هو معانا هل هو ضدنا هل هو حتى لو كان عسكري مش أي سيارة تكون مظلمة إلا بإجراءات معينة بتصريح معين. فنحن نتمنى أن يوقفوا هالموضوع ونوصلوا رسالة للحرس البلدي يا ريت حرس البلدي يلف على المحلات اللي بيعوا في كاملات السيارات وتجمعوا موضوع التظليم واللصقه بروحها. فهذه ايضا رساله وصل حاسب بلدي اللي دائما موجودين في بنغازي ونوجه لهم تحيه كبيره جدا. من نقاطنا الليليه مشاهدينا الكرام اللي قاعدين فيها في جولتنا اليوم مع رجال قسم شرطه النجده تابع لوزاره الداخليه في وضع المواطن والمشاهد في صوره الامن الليلي داخل مدينه بنغازي. هذه منطقه ثانيه من المناطق اللي قاعدين نجولوا فيها حاليا قاعدين معكم منطقه السلماني. نقدم تحيه لكل اهل منطقه السلماني وكل الناس اللي قدموا الكثير والكثير مدينه بنغازي. كيف احنا شايفين ان ما شاء الله رجال النجده ورجال الأمن موجودين في كامل عملهم وكامل تأدية واجبهم الوطني تجاه الأمن مدينة بنغازي. كيف مشاهدوا مشاهدينا الكرام شباب موجودين معنا حاليا معنا الفندي سراج العبار اللي حيحكي لنا عن جولتنا اليوم. فندي سراج كيف شفت الوضع الامني داخل مدينه بنغازي في جولتنا الليليه المباركه؟ والله ان شاء الله الوضع الامن مستتب وان شاء الله الاوضاع كلها الامنيه تحت السيطره وان شاء الله الامور تمام يعني ان شاء الله ربي يحفظ. الرساله اللي وصلوها اليوم للمواطنين يعني هو اول حاجه احنا رسالتنا وصلناها للعالم اللي برا ان الامن موجود في بنغازي رغم اي شيء. فشو توصل انت من توصل للمواطن في تعاون معك؟ والله ان شاء الله يعني بعض المواطنين مستجيبين معنا ان شاء الله الاغلبيه يعني ان شاء الله مستجيب وان شاء الله يعني نفرض الامن يعني ان شاء الله بقبضه من الحديد باذن الله. فندي سراج يعطيك الصحه. تحيه فندي سراج العبار. وعلى ذكر هذا العبار نوجه تحيه كبيره لعميد بلديتنا الموقر الاستاذ عبد الرحمن العبار على كل ما قدم فيه لمدينه بنغازي ورسالتنا الشكر دائما وصلوها للمواطن
الصابر الصبور اللي يحترف في رجال الأمن ويحترف في أمن بلادنا وما يخربش بلادنا ولا يدمر مؤسسات بلادنا. فهذه رسالة للكل، لو نبوا الأمن مستتب نحن أول من نبدو به، المواطن هو أول من يدعو. تحية لأبنائنا ما شاء الله عليهم ربي يحفظهم، والصورة اليوم في بنغازي مؤمنة بالكامل. شفت الامن في مدينه بنغازي؟ والله ما شاء الله، والله اكبر عليهم، ربي يحفظهم كلهم ان شاء الله. الامن الناس اللي من برا بنغازي يقولوا بنغازي مش امنه، ايش ردك عليهم؟ امن امن وامان وما شاء الله وربي يحفظهم والله. ان شاء الله يحفظكم. امنه بنغازي، امنه بهلها وعربها، منورين يا حميده ان شاء الله. الله يحفظكم. نقطة ثانية من نقاطنا مشاهدينا الكرام في جولتنا الليلية مع رجال قسم النجدة من أمام بريد السلماني وعن مفرق السلماني بالذات. طبعا كيف احنا شايفين الوقت أخر من الليل والناس ما زالت موجودة في الشارع، دليل الصورة اليوم بأن الناس موجودين، الأمن موجود والأمان موجود والأمن مستتب بفضل الله عز وجل وبفضل رجال النجدة وكل منتسبي مديرية أمن بنغازي. فاليوم ما زلنا قاعدين نثبت لكم بان الجوله من مكان لمكان بديناها من شارع دبي، بعدين عدينا عند مفرق هليس، مشينا لشارع البيبسي، بعدين مشينا للسلماني، تو حين عند بريد السلماني، ما زلنا مستمرين بفضل من الله. صوت الامن ما زالت مستمره. في هالجوله من القدمه ايضا ما زلنا التحيه لرجال قصر النجده، معنا حياة فندي والي يقول لك ربي يعطيك الصحه. كيف شايف تعاون المواطنين معاكم في استتاب الامن داخل بنغازي؟ 100% نقول لك امور طيبه والمواطنين متعاونين بالكامل، لكن في وحشين يساعدونا شويه، عرفنا يساعدونا في الزجاج المعتم والامور طيبه. بالنسبه للزجاج المعتم او تظليمه، لما جيت واحد وقف تقول له فك من التظليمة، هل تسلم؟ هل يتجاوب معاك ولا يقعد يتجاوب معايا؟ ونرجو من جهات الامنيه قصه التصريحات هذين اللي يديروا فيهم للسيارات المدنيه. نعم فهمت، هذين يجوا داخل مدينه بنغازي واكثريه عندهم تصريحات في السيارات المدنيه اللي مش مزوقات. التصريح من وزاره الداخليه ولا من القسم بتاعه؟ من الجهه متاع في سيارات تبقى شخصيه لا هو شخصيه المواطن ودير فيها تصريح من جهه العمل نتاعه. تمام، نرجو من الجهات المختصه هنا يكثروا الجهود وني وان شاء الله. احنا قلنا ان هذا حفاظا على امن المواطن اول، انت مش تعرف حتى من اللي قاعد في السياره، هذا هل لك ولا عليك؟ هذه هي، نحن ما عادش فهمنا منا بالتحديد السيارات معتمه وناس بنادق ما عادش فهمنا، يجي يقول لك عندي فيها تصريح من جهه فلان ومواطن عادي. مواطن عادي، فهمت علي؟ سياره مدنيه خاصه به، كان عسكريه عادي لكن خاصه به ويجول بها داخل مدينه بنغازي ومظلمه. نعم. حتى اوراق ما فيهاش السياره. توصل باذن الله تعالى. تسلم وجودكم. اكيد النور للجميع، ونتمنى ان احنا ايضا هذه رساله ثانيه مع احد شباب النجده على موضوع حمل السلاح داخل الشوارع والموافقات الامنيه للمواطنين المدنيين. السلام ورحمة الله. فياريت نحن ناخذ إجراء يكون سريع في المواطن المدني العادي اللي حامل سلاح أو أنه هو مظلم سيارته. ممكن احنا إجراءات الثانية حمل السلاح لرجال الشرطة ورجال القوات المسلحة، هذا شيء خاص لأن البلاد ما زلنا في عدم استقرار يعتبر على مستوى العام، لكن كمستوى الخاص والداخلي الأمن مستتب. فالمواطن مش من حقه كمواطن مدني يشيل سلاحه معاه ولا انه يظلم سيارته.
جولتنا مازلنا معاكم مستمرين ونتنقلوا بكم من شارع لشارع داخل مدينة بنغازي. هي تعتبر جولة رائعة ليلية لأحباب هذه المدينة. ربي يحفظكم إن شاء الله أحباب مدينتنا حبيبة بنغازي. شفنا مدينة بنغازي الجميلة بناسها والجميلة بأمنها والجميلة بأمانها. شفت مدينتنا الحمد لله رب العالمين بعد تحريرها وأنها كيف عايشة في أجواء رائعة جدا. شفت مدينة بنغازي بكل معالمها. يعني اليوم الجولة بكم في تعتبر معظم مناطق وسط مدينة بنغازي أو الأماكن الأكثر حيوية. شفنا الأمن، شفنا الأمان، شفنا الناس، شفنا الاستقرار. تحية كبيرة لرجال نجد، تحية للمواطن المحترم اللي يحترم في الأمن والأمان. ونتمنى أن ربي يهدي كل المواطنين اللي ها شوية نوعا ما. حنخليكم على القماطي وتعيشوا مع أجواء مدينة بنغازي الأمنية الليلية. شكرا كرام احد شباب النجدة اللي معانا في جولتنا اليوم لفندي يفتح شكيوي نقدم له التحيه. فندي يفتح، كيف شفت اليوم في جولتنا الليليه الرساله توصلها للمواطن والمشاهد اللي شاهد فينا اليوم؟ والله نحن طالبين من المواطن لانه هو يساعدنا، بس نحن قاعدين في الاخر بكل قاعدين للخدمه الهم هم. نحن قاعدين نصر الليل والوضع علي سبام هم في الاخر بكنا علي سهرانين علي سبام علي سبالة من البلاد الوضع البلاد ان شاء الله. نطلب منهم التعاون نحن بس ما الاكثر الاقل ان هم حتى رجال الشرطه وني في اللي مسيب هم في اللي مسيب هلا في اللي مسيب هني على خاطرهم هم. فان هم يسعوا الامر بس انه حتى كيف ما يعدوا كيف ما اللي عارضه عنده من هلا من خوته يمسكوا خو يمسك هني من اجل ماله يمسك مش من اجل حاجه من اجل الوطن ومن اجل يامن بنغازي ومن اجل يامن امن البلاد ان شاء الله. الحمد لله يعني وطننا في من قدم علي خاطره واجد ناس رجاله قدموا خاطره اكيد. وانا نطلبها حتى من ان المواطنين ان ما ينسوش حتى دم الشهداء في الاخر بك الواحد بعد يفكر ذي الحاجه ولا يفكر يذن اي جهه امنيه ولا اي حد يفكر ان يذي يرحم حتى على الشهداء في الاخر بك. شوف مدينه بنغازي وليبيا كلها كم قدمت منا كيف كنتوا كيف اصبحتوا يعني مدينه ما شاء الله تو الحمد لله. نطلب منكم ترحموا حتى على الشهداء وتعدوا حتى عيون الشهداء. يعني الواحد ما فيش شيء ان شاء الله، ما فيش عائلة ما يفقد شهيد وما فيش حد ما فقد. مشكورين إن شاء الله وموافق إن شاء الله. بارك الله فيك. أنتوا هنا اللي قاعدين مسكين الليلة هنا. إن شاء الله نحن. نعم. تعاون المواطن معاكم كيف؟ في تعاون من المواطن الدولات الأمنية في الليل بالذات. عارفين ديما الليل صعب الشغل عن الصباح. هل المواطن متعاون معاكم ولا لا؟ لا الحمد لله يعني فيه يعني متعاونين يعني الجهة الأمنية كلها تمسك في المفارق وني وتمام يعني الأمن تمام مية مية. والمواطن يعني فيه بعض منهم وبعض منهم إنه كويسين، فيه اللي تعاون وفيه اللي هكي وفيه يعني الحمد لله يعني خير من قبل. يعني شو الرسالة توصلها توا في بعض من يشكك في أمن مدينة بنغازي اللي من برا بنغازي يعني ومن الناس اللي تحارب فينا قال لك بنغازي مش آمنة، شو ردك عليهم؟ لا الحمد لله بنغازي كل مفرق عليه الدوريات والعسكرية ما شاء الله الأمن يعني كلهم يمسكوا في عقب الليل ومؤدين عملهم وواجبهم ومساكين مش مقصرين ويسيبوا في أشغالهم كلهم ويجوا على الشغل متاعهم. والحمد لله يعني حتى المواطن يجي يشوف روحه إنه هو قاعد كل دوريات كل مفرق عليه الدوريات 2-3 والحمد لله الوضع كويس البلاد هنا وامور تمام والامن قاعد في كل مفرق تلقاه عليه يعني الحمد لله فضل من ربك والامور نبوها احسن واحسن اخرى من هكي والحمد لله يعني مع ربي يعطيكم الصحة بارك الله فيكم موفقين ان شاء الله. ربي يحفظكم ان شاء الله تسلم ربي يحفظك حتى انت ما شاء الله عليك ربي يحفظك. محمد ابو بكر. محمد شنو كيف شفت مدينه بنغازي في الامن؟ تمام. ويسا شنو تقول رجال الشرطه اليوم؟ نشكر الامن والامان بنغازي الامنه
شاء الله يا ربي. شو اسمك انت؟ قيس المضاعف. انت وين سنونه؟ ها؟ وين سنونه؟ عم طير. شو نقول اليوم رجال امن اللي قاعدين يحموا فينا؟ بارك الله فيكم. بارك الله فيكم، نشكر الامان ان شاء الله ليبيا تقعد طيبه دين. اللهم امين، ربي يحفظكم ان شاء الله. عين الله ترعاكم. جولتنا تعتبر شبه انتهت مشاهدينا الكرام، بس قبل انتهاء الفندي محمد حياتي تعليمات السيطرة بأنه هو وحيبلغهم كيف كانت جولتنا الأمنية مع بعضنا إن شاء الله. يا نون 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 من نون ثمانية مقرر اللي جابك كيف تسمعون لك؟ هاي بالكامل نون لك، بنقول لك الوقت الحالي داخل مدينة بنغازي لك حالة الأمن عادية جدا مستقرة. أي أعضاء دوريات النجدة قسم شرطة النجدة الانتشار داخل المدينة بالصورة الصحيحة لك. أي كذلك إليك الأمور عادية تحت سيطرة بالكامل. أي الوقت الحالي ضبط الأمن داخل المدينة وحسب تعليمات رئيس القسم بالتحديد ضبط الخارجين على القانون والاستيقاف وإزالة الزجاج المعتم بالكامل. أي تحت تعليمات الأمر مجموعة متحركة كذلك الأمر النقيب منير البدري والباقي المجموعة لك. تم إنهاء الجولة برفقة قناة ليبيا الحدث لك. الوقت الحالي بناء التعليمات الصادرة يتم خروجنا موافاتك بالموقف الأمني لك. استلمت صحيح نونو. هاي نفس الإشارة لك يا نونو، الأعضاء الأمن داخل المدينة حفظ الله رعايته التامة لك. سلام. يعطيك الصحة فندي محمد، يعطي الصحة لكل الشباب اللي معنا اليوم. مع بعضنا حنمشي نختموا حلقتنا من أمام قسم النجدة اللي نواجههم تحية كبيرة جدا. خلوا ختامنا مع بعضنا غادي، توكلوا على الله يلا. هاي فندي توكلوا. مشاهدينا الكرام، بك وصلنا بكم لختام متابعتنا اليوم من داخل مدينة بنغازي مع قسم النجدة اللي نقدم لهم بشكل كبير جدا. واليوم الصورة اللي وريناها الكام بأن الأمن والأمان في بلادنا موجود، وأي واحد يشكك أمن مدينة بنغازي أو يشكك أمن بلادنا قلنا اليوم صورتنا كانت واضحة الكم بدون أي تزييف وبدون أي رياء. شكرا لجميع شباب قسم النجدة كانوا معنا اليوم واللي موجودين داخل القسم. شكرا لك فندي منير على هالجولة المباركة اللي أثبتنا منها اليوم للمواطن أن الأمن والأمان موجود داخل مدينة بنغازي. بارك الله فيك يا حميدة، بارك الله في أعضاء الشرطة بالكامل والجهات الأمنية بالكامل، ونحييكم ونحيي جماعة الأمن بالكامل إن شاء الله وطيب. شكرا لك، شكرا فندي محمد، شكرا كل الشباب، ربي يحفظكم شباب. شكرا للمفصول كبير جدا إلى أخونا الفندي جمال الأمامي، نقول بارك الله فيك على هالشباب وعلى كل المجهودات اللي قدموا فيه لأمن بلادنا. تحية لجميع منتسبي مدير أمن بنغازي بكل الأقسام، سواء كانوا من النجدة أو من البحث الجنائي أو من الدعم والحماية، كل واحد وظيفته الأمن والأمان مشكورين كرجال الشرطة أو رجال القوات المسلحة. كلمت محمد القماطي، شاركت يحييكم، نبو دعوتكم اليوم لكل من يسكن في بلادنا أن يكون أمن وأمان موجود في كل ربوع بلادنا. كنت في رعاية الله، والسلام عليكم. شكرا شباب، ربي يحفظكم إن شاء الله. بارك الله فيكم.